سلام عليكم يا حلوين. اوكي شباب الحوش، المقطعنا اليوم الحلقة الخامسة من سلسلة ماستر كرافت، بس هاي المرة وياي المتابعين. هلا شباب. هلا والله شباب. اوكي شباب الحلوين، زي ما قلت لكم ان شاء الله الحلقه الخامسه من سلسله ماستر كرافت. فهذا شباب قبل المقطع كل هذا الساعتين احنا لكم سبسكرايب خلص هذا المقطع 2000 لايك. اوكي يا شباب يلا 2000 لايك كلش حلو. يلا شباب كل واحد ياخذ مكان. شباب يلا كل واحد مكانه يا شباب. اوكي يلا، اول شخص عندنا رقم 2 ومحصل على 2852 شخص. او ماي جاد، هذا رافائيل اللي مسوي تصميم مارشميلو، الصراحة ابدع هذا التصميم. او ماي جاد شباب والله التصميم مره خيالي. محصل على 74% بما يعادل 2852 شخص مصوت عليه. اوكي رقم 3 محصل على 545 بما يعادل 14.3% مسوي هاي الطائره، الصراحه كلش حلوه هاي الطائره محمود اكس دي. رقم 4 حمودي برو محصل على 106 تصويت بما يعادل 2.8% مسوي بيت الصراحه حلو يعني. اوكي نجي الرقم 5 وللاسف اللي راح يطلع ويانا من السلسله اللي اسمه رياض فور جيمز، محصل على 77 تصويت اللي للأسف يعني أقل تصويت بما يعادل 2%. حلو هسا نجي الرقم 7 محصل على 243 بما يعادل 6.4%. أوكي مسوي بيت يعني نص مودرن ونص مو مودرن. أوكي أوكي شباب الحموين، هسا قبل ما أطلب من يمهم التصميم هسا خلينا نشيل كل التصميم. والله شباب مارشميلو ما ودي أشيل الصراحة لأنه صراحة كلش حلو مارشميلو. هاي شنو هالقزاز. أوكي هسا خلينا نشيل كل التصاميم وللأسف راح نطير رقم 5. خلاص باي باي. أوكي يلا هسا خلينا نشيل التصاميم ونرجع لكم. اوكي شباب الحمولة ناس تقريبا شلنا كل المباني، شنو تقريبا خلاص شلناهم كلهم. طبعا شباب رقم 7 اوهريدكس كان مكانه احمد ايجي، فالاسف زي ما قلت لكم شباب اللي ما يلتزم على طول نجيب غير عرفت شلون، فهذا اوهريدكس اجى مكان احمد ايجي. اوكي هسه يا شباب ابيكم تبنون مجسم او سكن او اي شيء عرفت شلون، يعني مجسم سكن شيء من هذا القبيل عرفت شلون يا شباب. يلا هسه راح نعطيكم 15 دقيقة أبيكم تسوون هذا المجسم. أوكي يلا خلي أفعل المؤقت دقيقة. خلاص هسا فعلت المؤقت يا شباب، انطيتهم 15 دقيقة الصراحة كلش حلو 15 دقيقة ما انطيهم أكثر من كده. حمودي برو روح يلا روح. والله شكلهم دايقلبون في اليوتيوب الحين يا شباب. اوكي حمودي محمود اكس دي اقصد الصراحه دا يشتغل. رافائيل همان دوما يا اخي رافائيل اكد لكم هو راح يجي المركز الاول دوما. تخيلون شباب هاي المره 2800 تصويت جاه يعني والله فد شيء اسطوري. اوكي اوهريدكس شو مسوين اوريد. اوكي تمام حلو ليتس جو. هسه خلينا ننتظر شويه يا شباب. اوكي حمودي برو اشتغل. والله شكله شباب هذا ما اعرف ايش راح يسوي، راح قلب اليوتيوب يشوف له تصميم حلو. يلا روح اشتغل يا ورع ما شباب عبره هسه دقيقتين روح يا ورع. يا خلاص كاف عليك. للاسف يا شباب رقم 5 طار يا شباب. طبعا شباب الحلقه الجايه او الحلقه اللي بعد الجايه راح تكون الحلقه الاخيره ونشوف منو راح يفوز عرفت شلون. وبالمناسبه شباب زي ما قلت لكم اللي بيدخل الموسم الثاني او السيزون الثاني لهي السلسله راح تلقون الايميل مالتي تحت في الديسكربشن، تواصل وياي. اوكي قل لي اني كذا انطيني اسمك بالديسكورد وراح ارسل لك اني. اوكي خلاص ها هي عرفت شلون. اوكي وشباب يعني هاي تعتبر على الالتزام فهمتوا شباب، يعني هسه شخص ما يجي على طول يطلع عرفت شلون على طول. اوكي ها هي خلاص يعني اللي بيشارك لازم يكون ملتزم. ها هي هسا عبروا 3 دقائق بالضبط هسا نشوف رافائيل انا حموز ايش تسوي. هاي العلامه مالتك وين يا ورع؟ سوي لك علامه باسمك يا ورع. اوكي رافائيل والله الصراحه ما ادري شباب وش هذا بالضبط، والله ما ادري شباب وش هذا بالضبط صراحه ما بعرف، ما راح احكم عليه من البدايه شباب، في الاخير نشوف ايش راح يسوي بالضبط. حلو اوكي رقم 3 محمود اكس دي راح يسوي لنا سكن، شكله والله الشباب راح يسوونه مثل سكنه. ايه مثل سكن محمود اكس دي.
اوكي ها شباب مطرد الدنيا خلاص وذر كلير. اوكي الدنيا نهار. شكله راح يسوي مثل سكنه بالضبط مثل ما جاي تشوفون شباب. عنده كتكوته هنا في التيشيرت مالته او في اللبس مالته عنده كتكوت. شكله راح يصمم سكنه مقصر الولد. محمود برو اقصد حمودي برو محمود برو رقم 4 همين راح يسوي سكن مالته مثل ما جاي تشوفون سكن مالته بالبنفسجي. شكله راح يسوي سكن مالته حلو. اوكي نجي رقم 7 لوريدكس او ما ادري اعتقد غير اسمه صار اوريدكس همين نفس الشيء شكله راح يسوي سكن مالته. اوكي شباب ما مقصرين الولد بس اسرع شوي شباب هسه عبروا تقريبا 5 دقائق عرفت شلون فيب اسرع شوي. رياض فور جيمز رياض فور جيمز وش تسوي ورع؟ الا 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 للاسف رياض فور جيمز طلعت يا اخي والله الناس ما مصوتين لك للاسف عوافي يعني بالموسم الثاني ان شاء الله تدخل ويانا اوكي؟ يلا باي باي اوكي لا تساعده اوكي اصلا انت مو جيمود ما تقدر تساعده بعد. اوكي محمود اكس دي بدا يسوي الرأس مال سكنه شباب خلينا نشوف المقارنه بين الرأس مالته. اي صحيح صحيح والله ماشي صحيح هذا شباب بس اسرع شوي يعني ما اعتقد انه راح يخلص في 15 دقيقه لانه سعبر 5 دقائق عرفت شلون؟ هاي حمودي برو لا تغش حمودي برو شفتك لا تغش اوكي؟ شباب شفتوا حمودي برو يغش لا تغش يا ورع لا تغش بعد اوكي خلاص هاي شباب اوكي اوكي سامحناك هاي المره اوكي؟ رقم 7 همين بده يشتغل صح وبس الارجل مسوي فاسرع شوي ريدكس لان الوقت قرب يخلص تقريبا بقوا 10 دقائق عرفت شلون؟ اوكي محمود اكس دي خلص الشعر تمام الشعر مالته خلصه هسه راح يشتغل على الايدي او الايدين مالته كفو والله كفو الصراحه حلو اوكي هذا شتي اوه ماي جاد شباب لا تقولون في بالي لا تقولون اللي في بالي رفيال لا تقول اللي في بالي اوه ماي جاد شباب قبل ما اشوفكم خلاص انا راح اذا عجبتني مره راح احطها في بدايه المقطع او في صوره المقطع راح احطها هذا التصميم شباب بليز لا تقولون في بالي اوه ماي جاد واو اوكي هذا بعد دا يشتغل على الراس مالته حمودي برو بس ليش صغيروني يا ولد لو مكبره احسن بس عوافي شباب لازم يحسب حساب الوقت خلاص روح اوكي رقم 7 همين نفس الشيء يشتغل على الارجل بعد ريدكس ريدكس اسرع شوي اسرع شوي يا ورع والله شباب الظاهر رافائيل راح يسوي سوبر ماريو اوه ماي جاد شباب اقسم بالله هاي كلمه محترف بناء وقليل عليه يا شباب والله صدق قليل عليه والله اوه ماي جاد شوفوا شوفوا شلون يبني عيال حافظه والله حافظه بالا والله كفو يا رافائيل والله انك كفو اقسم بالله اسطوري اوه ماي جاد شوفوا شكل هسه بدا يبان يا عيال واو اسطوري اسطوري يا عيال اوكي هسه نجي المحمود اكس دي الصراحه دا يبني في سكنه حلو الصراحه سكنه احول سكنه احول محمود اكس دي ما ادري ليش بس حلو اوكي التصميم مقصر الولد حمودي برو شكله اوكي ما مسوي سكن اوه ماي جاد اوه ماي جاد راح يسوي هاي حق شباب حق العضلات وما ادري شنو حق التمارين حق الحديد تعرف شلون يعني عند عضلات سوي زي كذا يا اخي يعني عندك عضلات سوي زي كذا شنو عندك عضلات عرفت شلون فهاي خلاص شباب اوكي حلو والله حلو الصراحه ما مقصر اوكي رقم 7 الصراحه همين دا ايش اسمه دا يشتغل على السكنه شباب بالمناسبه هسه عبروا 9 دقائق عرفت شلون اوه ماي جاد شباب اوه ماي جاد خلص بعد في 10 دقائق يا عيال في 10 دقائق مسوي هذا كله يا عيال اقسم بالله في 10 دقائق مو حتى 10 9 دقائق حمودي برو رجع لمكانك حمودي برو خلصت احول لك جيم مود سبكتيتر يعني جيم مود سبكتيتر جيم مود اوكي خلص خلص ما احول لك اوكي اوه ماي جاد شباب 9 دقائق اقسم بالله هذا اسويها اربعة ايام وما اجيبها زي كذا والله شباب اكتبونا في التعليقات انتم همين ايش قد هذا يستغرق من يومكم وقت حتى تقدرون تسوونه كله اوه ماي جاد اوه ماي جاد اوه ماي جاد شباب 3 مرات واو الصراحه محمود اكس دي همين مسوي سكنه صراحه هذا همين حلو عجبني صراحه هذا عجبني شو اسمه كلهم دا يكتبون واو الصراحه ما مقصر حمودي برو مسوينا حق هذا الحديد مسوينا رجل معضل شكله هذا بس سوينا عضلات يا اخي
من هنا العضلات اعتقد من هنا. اوكي لا خلاص اسف اللي انا ساعدتك. حلو اوكي تمام حمودي برو. بقوا 5 دقائق يا عيال، 5 دقائق نشوف لوريدكس ايش يسوي. اوكي خلص هذا الجسم مالته، هسه راح يبدي بالرأس مالته. الصراحه ما مقصرين الولد، دا يشتغلون شغل صح. فاياب اوه ماي جاد شباب، اوه ماي جاد شباب. هسه بالضبط بقوا 10 ثواني بالضبط يا شباب. الصراحة أنا قعدت أقص بالمونتاج حتى المقطع ما يصير عليكم مرة طويل وما تملونه زي كده. أوكي شباب، 5 4 3 2 1 ستوب. ريد فور جيمز خلي أحولهم جيم مود سبكتيتر كلهم حتى بعد يبني. أوكي اوكي شباب، هسه نبدي برقم 2 اللي اسمه رافايال. اوكي رافايال مسوي لنا سوبر ماريو. اوه ماي جاد يا شباب، سوبر ماريو كلش حلو. اوه ماي جاد شباب، وبعد الارضيه مسويها صوف. والله شباب رافايال يعني تخيلون شباب هذا كله مسوي في 10 دقائق. شباب اتمنى تكتبوا لي في التعليقات ايش قد هذا همين يستغرق من يوم اقوم وقت. هواي ناس في مارشميلو من صمم رافايل مارشميلو، هواي ناس بيقول لك سنتين بس هذا نبي نعرف ايش قد يستغرق منكم وقت همين. اوكي نجي الرقم 3 اللي اسمه محمود اكس دي. اوكي محمود اكس دي، خلي احوله جيم مود كرياتيف محمود اكس دي. تعال يمسكنك، تعال محمود اكس دي تعال يمسكنك، خلي نسوي مقارنه وزي كذا عرفت شلون. اوكي ابقى هنا تعال ابقى هنا محمود هنا يا ورع. اوكي صح عليك. اوكي خلينا نسوي مقارنه شباب. اوكي بوالي اقعد نظرني حلو. اوكي الراس نفس راسه، شوفون الراس مالته نفسه تقريبا نفسه. حلو هذا همين نفسه، مسوي كتكوته بالنص. اوكي والبنطلون همين نفسه كلش حلو، مسوي نسخه على سكنه. والله الصراحه ما مقصر الولد. فهذا رقم 3 يا شباب، اذا كان احسن تصميم عجبكم صوتوا له. بالمناسبه شباب راح تلقوا رابط التصويت تحت في الوصف او تحت في الديسكربشن. اوكي وهذا رقم 2 اللي تحبون صوتوا له. اوكي هسه نجي الرقم 4 صح، حمودي برو. هذا شكله مسوي نفس سكنه سلاش خلي احوله كرياتيف جمودي كرياتيف حمودي. اوكي همين مسوي تقريبا يشبه شوي السكنه بس هذا معضل يتمرن حديد شكله، وعنده هذا اطفاله ده يتمرنون همين. اوكي حلو شباب، اذا عجبكم رقم 4 انزلوا جواب الوصف وصوتوا له. خلاص هذا هو رقم 4. اوكي نجي الرقم 7 والاخير المقطعنا اليوم اللي اسمه ريدكس جيم مود كرياتيف. اوكي تعال ريدكس تعال، وقف لي هنا، خلينا نشوف مقارنه. وقف لي هنا، وقف حلو. اوكي الرأس نفس الاشي بالضبط، الرأس هذا هو الرأس نفسه. هذا همين نفسه اللي بالنص. هاي شنو هاي؟ لازم بايده تشمع او تورتشايا او لا شباب لا هذا من نفس سكنه زي كذا. اوكي والبنطلون مالته تقريبا نفسه. اوكي مهتم معطيني بالتفاصيل كل شيء تمام. الصراحه والله 4 تصاميم كلش حلوات، بس الصراحه شباب رقم 2 هما كلهم حلوات الصراحه، بس اكثر شيء عجبني رقم 2 الصراحه. اوه ماي جاد 3 مرات. اوكي فياب يا شباب اعتقد لهنا وصلنا نهايه المقطع. اتمنى عجبكم المقطع، تصدمونا بلايك اشتركوا بالقناه اذا مو مشتركين، واهم شيء يا شباب فعلوا جرس الاشعارات على مدرسه المقطع. وشي بقول لكم امير الورع نزل مقطع راح تشيك عليه، وزي ما قلت لكم راح تلقون رابط التصويت تحت في الديسكربشن، روحوا صوتوا. ما ادري يعني اي تصميم عجبكم روحوا صوتوا له. اوكي وزي ما قلت لكم شباب الحلقه الجايه راح يطلع شخص، الى ان يبقى شخص واحد هو اللي راح يفوز معنا. اوكي فلايك شباب، اشتركوا بالقناة زي ما مشتركين، زي ما قلت لكم في المقطع 2000 لايك وبس. مع السلامة، باي باي.